للرجال نصيب من العنف ايضا، ولا شك ان قضيه ثنائي هوليوود جوني ديب وامبر هيرد اشارت الى ان التعاطف مع الرجل في مثل هذه القضايا بالتاكيد ممكن. ايضا في الايام القليله الماضيه سجلت كاميرا مراقبه اخفاها رجل هندي ليوثق بها مشاهد قاسيه لضرب والتعنيف زوجته له. ووفقا لموقع هندي فقد تقدم الرجل الذي يعمل مدير مدرسه تقدم بشكوى ضد زوجته الى المحكمه. وقال لقد فاض به الكيل ولم يعد يستطيع تحمل عنف زوجته التي أحبها قبل 7 سنوات وتغيرت مع الوقت. وذكر الموقع أن المحكمة وفرت له حماية أمنية بعد الشكوى لحمايته من زوجته. أرقام متزايدة للعنف ضد الرجال، هل هي مبالغة أم أنها ظاهرة موثقة قانونيا؟ في عنف والعنف متبادل، يعني كان في فترات سابقة كان الزوجات بيشتكوا من العنف وأن في عنف وقع عليهم وضرب. حاليا احنا بنجد حوادث عدت حدود العنف وعدت حدود الضرب من قبل الزوجات ضد الأزواج وهي القتل. يعني احنا دلوقتي في مجتمع شرقي كان الزوج بيرفض الإفصاح أنه تعرض للضربة والإهانة وبنتفاجئ أنه تم قتله بحوادث قتله متكررة، يعني وصل لحد الابتكار في طرق القتل. اليوم لما بنحكي عن ضرب يعني نحن بنرفض كل العنف من الجنسين، يعني أيا كان هو مرفوض بتاتا، لكن ألا يضع علامات استفهام يعني تعنيف رجل؟ ثقافة الزواج الموجودة حاليا بعدت كتير عن المودة والرحمة، ده رقم واحد. يعني ما عاد في ثقافة مودة ورحمة في الزواج، الثقافة الموجودة كلها ثقافة مادة، بالإضافة إلى قوانين الأحوال الشخصية اللي موجودة في مصر اللي أنا بسميها قوانين إذلال الرجل. يعني الرجل اللي بيواجه عنف ما بيقدرش دلوقتي إنه يطلق لأن بيواجه صعوبات كتير جدا، هيخسر أولاده بخصوص سن الحضانة ومش هيقدر يشوفهم بفعل قوانين الرؤية، وشيء آخر اسمه قائمة المنقولات اللي هي سيف مسلط على رقاب الأزواج، فبالتالي يقول أنا لو طلقت هيخسر كل ده، يعني هيعيش فين؟ القوانين احنا للأسف الشديد حاليا سلطنا الضوء عليها وبنسعى لتعديلها لإرساء ثقافة المودة والرحمة المرة تانية.